de blast et que bête l'émission. Tout de suite, هذه nouvelle génération. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak Al-Hanaji dit ma hadra ma yabdashi. Merci. Dali, Dali Tunsi. Barsha énergie, ah oui. Jamila Al-Fariq, هذه يا ليدي العسلي. Marwan Mouzayen, aqwa muqallad ya fanan. Ahmed Al-Ajimi, ma tenseش la yedouane. Ah, wallah nedouane. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. اهلا وسهلا ومرحبا بكم نوفيل جينيراسيون في موعد جديد من توا حتى للتسعة متاع الليل. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا مروحين في الكيسات ولا على اف ام تي في في الشين يوتيوب ولا على الباج فيسبوك راديو اف ام. الاثنين 19 جويليا 2021، بداية اسبوع موفقة للجميع. عدد جديدة من الكورونا، وفيات جديدة، ربي يرحم الموتى الكل من الكورونا، ربي يشفي، ربي يشفي المرضى الكل في الفترة هذه، وان شاء الله تونس تكون بخير في الفترة الجاية. تلقيح جات من كل الدول، وإن شاء الله واحدة واحدة كل التوانسة يلقحوا، إن شاء الله نكونوا لباس في الأيامات الجاية الكل. من توا حتى التسعة مواصلين بقيادة مروان بوزين. مانغا تي مانغا سور عشان مرحبا بكم إي إف إم، أعلى راديو من توا حتى للتسعة. إن شاء الله عيدكم مبروك. برشا جو باش نحكيو بوليتيك، باش نحكيو باش نحكيو بورصة، باش نحكيو نكذب عليكم، باش نحكيو كان ضحك. أنا تفاجأت. الجميلة ليدي العسلي. هلو هلو، مرحبا بيك طارق، مرحبا بالعباد اللي تسمع فينا الكل. كل عادة أنا فرحانة بيقي اللي أنا معاكم، وفرحانة زادها اللي خدوها شين. فرحانة بيقي اللي أنا معاكم، كيف هما تهديد طرد؟ ولا أنت كنت مهدتنا أنك تخرج؟ لا لا، ما هو خضر غدوة منيش معاكم، بعد غدوة منيش معاكم، مش خلي لكم بلاصة كبيرة. اي دونك هذيك علاش حبيت نحذركم نفسانيا على غيابي غدوة بعد غدوة. عايشك الحمد لله، خلت لنا من تو اللي احنا مناش نتقابلوا مع غدوة. احمد العجيمي، اهلا وسهلا طارق حناشي ولجميع المستمعين، وعدكم مبروك من تو. معنا ليس ثلاثي فقط اليوم، يحضر معنا من اول الحلقه ذيال جندوبي. اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل. ما الاحوال ذي؟ صافا سوبر. عيادي وسنين دايما، عيادي وسنين دايما، وطايره في السماء. زيد قالوا لي غدوه انت باش تتكي. والله شوف، كنت قبل نتكي، تو ما عادش، تو ما عادش. احمد العجيمي انت اللي تتكي هكا ولا بالطبيعه؟ احنا راهو في سبرنا الرجال هي اللي تذبح، نجيب ذباح من برا يذبح وانا موجود في الدار. خذيتو على الوش باهي بالطبيعه. انت باش تتكي؟ متأكد عليه؟ متأكدين العائلة الكل اللي انت ديجا كنت بنظف السكين. أبو انت بركة ما يدخلش معك واحد يعاونك؟ ليه عليه عليه شين. عليه سمحني، انت تشد انت باش لازل انا مالي، انا وعين انا ذبح، انا نصر لازل انك تذبح العلوش. انا نكتف ليه في الدار كيك يصبر، نحن نكتف انا الواحد الرجولة انك تذبح انت العلوش. وش الرجولة؟ ما من علامة القوة. او عندي خالي انا ما يذبحش، معناه معناه ما قدش علوش. اول فقرات البرنامج هيت، اش عندك؟ تكي هيت، اش عندك؟ هيت اش عندك يا مروان؟ شي اللي عملت هنا تكي نصيف تكي. زيتون راح اطلعت على عليلش نصيف زيتون. طلع يعني على عليلش زيتون. هاي بي بي عام 96. عام قديش؟ نزكم سنة 1996. ايه عام صارت فيه برشا احداث مهمة في تونس. 96 و900 و1000. ايه عش عندك معلومات على هذا؟ 1996. ايه برنجة قصها مع حبيبة. بيه معلومة مهمة. صحيح صحيح ستين صحيح على الخ. وي والله الجنراسيون تعرفوا 996 ياسر يعجبوني، خاطر اون ميم تون قراب لجماعه 2000 واون ميم تون قراب لجماعه 90 و80. معناها كل قدم جروب قديم يحكي ويجيو معاه، كي جماعه الالفينات والجدد يمشيو معاه. شو باسبارتو ميحي معناها صحيت. مروان بابا 1996 الاكزامبل اللي هي تحكي عليه ليديا عسلي تو عندي منه في الدار، اللي هو معتز خويا. اي ما هو مولود عام 1996. ايه اما مش كيما هي تحكي على الاخر. كيف ارزن من اللي اقدم من 93. معناها جماعه 96 في مخاخهم اللي هما اخر جماعه كبار جاو في التسعينات. فهمت صحيح. دونك تلقاهم رزان، ناس تعرف اش تعمل، ناس كذا كاي عندها سلاغم وعندها فما عندهمش اللعب وذي نتاع الالفينات، وما عندهمش زعما اللي احنا فهمت. معلومات على 96 عندك؟ ما عجبتكش المعلومه؟ برشا فما برشا حاجات صارت عام 96. اعطينا اول انقلاب لولانيه في قطر عام 96، حصار سراييفو وزاد بدا وفي بلوتو عام 96، برش حاجات. وتولد احمد العجي مش 96 لا 95. بعدها قبلها بعام تولد احمد العجي. اسمعني حتى كي ما تحضرش معنا نعود ناخذوك بالتليفون في الفقره هذه. افهمني واحد وكيك. اسمع تعرف ذكرتني
هذاك نبدا بحذا بابا ويجي واحد صاحبي زعما قراي على الاخر صحيح نبدا نزرب فيه باش نخرج نلقاه هو اي احكي لي كمل احكي لي احكي لي عام 96 المفروض اللي كنتوا تحكيوا لي عليه هو حضور مايكل جاكسون في تونس هكا ولا سخفني على الاخر وقتك هبط من الطياره شد الشابو نتاعو في حفله ينترو هيل حفله ينترو هيل 7 اكتوبر 96 حفله في ملعب المنزه ملعب المنزه قداش من نتفرج هو من عام 20000 حضروا 60 اللي هو المنزه جاز 40 هو جي 96 هو جي 96 تونس جي 96 معناتها انا لتو 2021 ومن تو مازلت تحكي لي عليها معناتها وي تو مثلا اما قدرت عليها اما بيان سور جيت عملت ايه وانا مشيت الكونسير نقصد مشيت اي صح عليها قوم عملنا الشطحه تمشي على الفلاري تيعة ديما لاباس باهي مايكل جاكسون في تونس عام 96 مروان مش عندك تفاصيل على عمل ذلك صار ما صار هو مسكين اكثر بريود تقلق فيه هي ليلة السهرية خاطر بيت في الوتيل وانت كيما تعرف احنا في الوزوتيل بتاعنا نتلهيو برشا بالعبيد ايماجين انت مايكل جاكسون ايماجين يا ودي دقوا على الباب متاعه 6-7 مرات شي سؤالي خويا مايكل تعشيد مليح امريكل تستحق حاجة خويا مايكل القط رقد تو واحد يدق عليك تحلوا الباب رقد يقول لك رقد وباز الجماهير جات قدام الوتيل وتستنى وتعيط اما فما حاجه تعرف ايش رفيق الكونسيرت تاع ماك جاكسون ثلاثة جماعات يحضروا له في تونس نعطيك معلومه اخرى الماتريال نتاع الكونسير كسروا باب المنزل باش يدخلوا الماتريال ابو تلموا الماتريال كبير قال لك مايكل جاكسون كي جاي يا ذي قال لهم اعطيني بيت كحله عليه نحب بيت كحله شوف يا سيدك منين هالمعلومه جبتها قال لك يا سيدي نحب بيت كحله خاطر الشمس ما نحبش الضوء تدخل جمله وعندك حاجه اخرى اللي تلمو خايفين عليه معناتها حضروا خمسه وتلا وما يعرف ما يعرفوش بالضبط اني وتيل ماشي له معناتها وهو بالحق كما قال طارق لا دوموندي اون شامبر نوار حتى ضوء ما يدخل معلومه حصريه ذي روان حتى الحيوت يحبوا مدهونين بالكحل معناتها صحيح بس خمسه وتلا حضروا له السويت نتاعو معناتها كلها كحله وكل ومن بعد قال لي خلى الخمسه ذوما الكل هو فين وتيل بيت بيت في وتيل من نجم نعرف على معناتها كان استبق شنو باش يصير هو في محمد الخامس يا تعرف معناتها الغرفه السوداء جايه من مايكل جاكسون مايكل جاكسون السماوه الغرفه السوداء معناها جايه من مايكل معناتها عنده مات وعنده دوسيه توا يرحمه عنده برشا تسجيلات ايوه وخاصة في التسعينات يطلع شي هو يخرج في التسريبات فرامون عليه مايكل جاكسون طارق هو المسكين الذي ظن العالم انه يجلس على عرش ايش عليه مريض على الاخر كان ما يخرج كان ما ياكلش اي ماكله أي؟ معناها ياكل في ماكلات معينه ثلاث اربع حاجات ياكلهم برافو احمد كان ما يخرجش في الشمس برافو كان بدنه ضعيف على الاخر اما ما ياخذر ما هيك اما شبيك راهو لتوا مازلت فما عبيد ماهيش مصدقه اللي هو مات اي اي معناتها توا فما دو تون زون تون تخرج تصويره ومازال حيه الوغ كي نجم نكونوا لي سوزي نتاعو معناتها انا هذا شكون باش نحكي لك شكون باش تحكي لي اللي انا توا في اليوتيوب كل مره ساعات تلقى فيديو فيها ساعه يقول لك لي مايكل جاكسون مازال ما ماتش تينا لقيت فيديو مره هذا فيديو يثبت ان هتلر من جندوب والله على اليوتيوب وحده على اليوتيوب مش اي فيديو تصدقها تحية المستمعين مايكل جاكسون تونسي مايكل جاكسون تونسي ثم البياسة متاع الديناري ذولي بدت عام 96 ذي في تونس اوي اما ولا ينفع سور توا جاتني بعثولي شكون قالوا لي بياسة الدينار بدت 96 بلاش سور يا ولدي نثبتوا لكن بياسة الدينار بدت عام 96 معناها الرقصات وليه بكاسك وقت يدمو ومشير شكو يرشقوا عليهم بالبيس نحب نسأل ذي علاش الدينار قعد هو بيده ما تبدلش ولا معناه نفس البيس هذيك بتاع الدينار الماكينة اما علاش ما نفى الدينار بتاع 96 مش هو الدينار بتاعته ما يشريوش نفس الحاجات جملة خطر الحاجات بالتضخم والاقتصاد داخل في حي هتو نشوفوا اكثر بعد معلومات على عام 96 يحضر معنا بالتليفون للمرة الثانية كما حضر معنا الاسبوع اللي فات الدكتور زكريا بوقرة على الوضع الجديد عدم وجود حجر صحي شامل في العيد الفاكسان اللي بداية من غدوة للناس الكل اللي أكثر من 18 سنة أكثر تفاصيل مع الدكتور أهلا وسهلا دكتور عسلامة سافا سي زكريا سافا شنو الأحوال متاعك الحمد لله الحمد لله الأخبار الأخيرة الجديدة عجبتك فرحان بها ولا لا بس كنا كيفية
بيان سور كو معناها مازلنا ما عندنا حتى اجراء فعلي معناها ينجم يوقف الانتشار تاع الوباء معناها. نبداو باخر حاجه اليوم وزير الصحه فوزي المهدي في الندوه الصحفيه اعلن انه بدايه من غوه المسجلين في منظومه ايفاكس عندهم الحق انهم يلقحوا لاكبر من 18 سنه الكل. حاجه باهيه هكا ولا؟ حاجه باهيه مي زاده تنجم تكون حاجه خايبه كان ما تديش النظمه بالكبير الحكايه. انت تشك انه بدايه من غدوه هو من غدوه ماضي ساعه ولا الاربع ثمانية نتاع الصباح تشك انه ممكن يصير زاد اكتظاظ في الفاكسان هذا زاده سي سا هذيك المشكله راهو الشعب التونسي راه يحب يلقح كونتريرمون اللي حبوا يركبوه لنا معناها انه المشكله من الشعب اللي هو مش مقيد ولا شنو الكل الشعب التونسي يحب يلقح الشعب التونسي خايف من الفيروس يحب الوباء يوفى مي ما فماش معناتها ما فماش التلقيه ما فماش الاورجانيزاسيون عبد يبدا عمله في ال 20 سنه علاش باش يقيد من توا معناها هو يعرف روحه عام مصر معناها باش يوصل الدور نتاعو دونك سي بوغ سا التقييد ماهوش مقيدين برشا العبيد واضح هو هو التلقيح التلقيح هذايا اللي متوفر توا للناس اللي اكبر من 18 سنه فما اللي يقول صيني وما عنديش ثقه فيه وجاي من الصين وكذا شنو هي الحقيقه نتاعو هل فيه مخاطر ولا مازال ماهوش سور منه ماهوش فاعل 100% كيفاش الحكايه نتاع التلقيح هذايا؟ ديجا لازم نعرفوا انه هذايا راهو تلقيح اللي باش نعملوه غدوه راهو تلقيح نتاع سينوفارم مش نتاع سينوفاك نحن اللي كنا نستعملوا فيه قبل هو سينوفاك ولا اسمه كورونا فاك زاده هذيك السينوفاك الفعاليه نتاعو على الحالات معناتها الخفيفه معناتها ما فيهمش اعراض كبار الفعاليه نتاعو 55% السينوفارم هذايا توا الفعاليه نتاعو 80% خير الفعاليه نتاعو 80% والفعاليه تفاصيل نتاع الزوز نتاع السينوفاك ولا نتاع السينوفارم الزوز نتاعهم معناها على الحالات الخطيره وعلى الموت زوز فوق 80% واضح دكتور مروان كالعاده دكتور صاحبك عاد وليت نورمالمون دكتور زكريا صحاب وخيين باش نسالك توا كي نجي نحب نسافر لامريكا ولا نمشي لكندا هل هو مستعرف به التلقيح هذا؟ باين سي اون اكسيلونت كيستيون هذه على خاطر وي فما مشكله في التلقيح التلقيح الصينيه الزوز معناها سينوفاك وسينوفارم وفي التلقيح الروسي بورتون مثلا التلقيح الروسي من احسن التلقيح اللي موجودين توا معناها في الدراسات العلميه سبوتنيك هذاك المشكله راهي ماهيش مشكله نتاع صحه مثلا نتاع فعاليه ولا نتاع خطوره ولا نتاع حاجه مشكله اكثر بوليتيك على خاطر الاوروب راهو لازم نعرفوا حاجه راهو الحكايه نتاع التلقيح راهو مارشيات نتاع مليارات الدولارات بيان سور دونك هما الاوروب شنو يحبوا يعملوا؟ يحبوا يدزوا الدول الافريقيه الدول الاسيويه الدول معناها اللي تشري في التلقيح مش اللي تصنع في التلقيح انها تشري التلقيح نتاع اوروبا ونتاع امريكا وما تشريش التلقيح نتاع روسيا ونتاع الصين دونك حكايه بلوس بوليتيك كو سانيتير معناها الحكايه اما باقي ما جاوبتنيش راه لا دونك جوستومون هذاك الجواب انه ماهوش اوكوني في الاوروب معناها توا واحد ملقح بالسينوفاك ولا السينوفارب ولا سبوتنيك انا مثلا ملقح بالسبوتنيك توا كان نمشي لفرنسا ولا الاوروب لازمني نعمل حجر صحي اجباري معناها يقولش عليا مانيش ملقح التلقيح اللي باش يعملوه غدوه اللي اكبر من 18 سنه زاد ما يخرجكش لبرا هكا ولا الاوروب بالضبط فما زوج تلقيح هما غدوه فما الاسترازينيكا والسينوفارم الاسترازينيكا للي فوق ال 45 سنه والسينوفارم للعباد الاخرين دونك الاسترازينيكا ما عندهمش مشكله العباد في الصفر مي جماعه السينوفارم فوق الانستون عندهم مشكله انا نتصور المشكله هذه وقت اللي الدول باش تعدي لي كوموند نتاعها تو يوليو يرجعوا لوتوريزاسيون خاطر ابري تو حتى الاوروب حاجتها بالمارشي شينوا والصينيين انهم يجيوها دونك نتصورهم نقول 6 اشهر اخرين 9 اشهر اخرين تتحل وترجع منها العباد الملقحه بالسينوفارم نجموا يسافروا واضح المساعدات الكبيره اللي جات من الدول الاخرى في التلقيح هو الحل باش يعوض الحجر الصحي؟ لا ماهوش الحل باش يعوض الحجر الصحي انا مش نسالك علاش سيبوزون نحن عندنا اليوم 20 مليون دوز نتاع تلقيح اوكي؟ اي اللي هي ما عندناش معناها سيبوزون عندنا نجيو غدوه نحن مثلا في الاكسيون نتاع غدوه نجيبوا الطب نتاع تونس والجزائر والمغرب وليبيا وفرنسا وايطاليا ونجيبهم الكل لتونس ونلقحوا ال 10 ملايين تونس غدوه هي حاجه امبوسيبل نقولوا عملناها كمان باش ترسينا نستنيو شهر اخر باش نعملوا دوزه ثانيه وباش ترسينا نستنيوا ثلاثه جماعات اخرين باش التلقيح يبدا يعطي في المفعول نتاعه اه المشكله فما شهرين من الزمان تعدي
وفكر الشهرين هذوكم آلاف العبيد تنجم تموت. واضح العيد ما فماش حجر صحي شامل، حاجه مقلقتك برشا هذه ولا؟ بالطبيعه بالطبيعه معناها هذه راهو قاعدين نعيشوا راهو مش القيم ممكن هذه راهي جريمة دولة راهو يبيدها. ولو هشام المشيشي رئيس الحكومة باش يتكلم الثمانية ما نعرفوش اسكو في الاخر اللحظات باش يعطي حجر صحي شامل، فما قرارات جديدة ما نعرفوش، اما حتى لتوا ما فماش حجر صحي. حتى لتوا ما فماش، حتى لتوا مازالوا مواطنين في نفس الجريمة معناها اللي في حق الشعب التونسي. معناها لينا معناها الاستراتيجية نتاعها وين وصلتنا، اسكو منعتنا الاقتصاد؟ ما منعتناش الاقتصاد. اسكو حياتنا تحسنت؟ ما تحسنتش. اسكو صحتنا منعت؟ ما منعتش. 17% معناها توا القينيا وفي الحقيقه اكثر برشا معناها. علاش؟ علاش هذا الكل؟ ما جاش من عدم معناها، جاي على خاطر الاستراتيجيه نتاع الدوله. دكتور الدوله كانت عامله استراتيجيه نتاع صفر كوفيد، ثمنها كل شيء ب 50%. كي الدوله حابه تعمل استراتيجيه نتاع التعايش اللي هي المناعه الجماعيه، مناعه القطيع، اللي خاطر شكون كقطيع نتاع حيوانات معناها، امرض امرض موت موت، واللي منعته به تيم. دكتور معك ذياب اللي باش نسلك. باش نسالك سؤال بالله، عندك خاطر تبعتك برشا مرات بريسك نفس استراتيجي دو كوم اللي تستعمل فيها باش انك توعي الدوله بلوز اوموا، معناتها باش انهم ياخذوا اجراءات والدوله ماهيش قاعده تجاوب معاك من الطرف الاخر، ما تخممش باش انك تبدل استراتيجي دو كوم تاعك واستراتيجي نتاع ضغطك على الدوله ولا لا؟ على خاطر ظهر لي الدوله قاعد من اللي بدات الكورونا لتويكا ما سمعوكش وما تلهوش بيك، دونك من الاجدر ان واحد يبدل السيستم في حد ذاته. ما نعرفش اسكو انت عندك بلان اخر هكا تشوف انك تستعمل بيه. صحيح صحيح هذاك الويش. انا مثلا اليوم مشيت الضم تاع القصر، معناها مشيت هذا اللي سمعناه انه اليوم كنت في القصر. سي زكريا وانا متعدي ريتك، انا شبهت عليك، انا مغادي متعدي من البريزيدونس، انت كارتاج بريزيدونس ونشبه عليك. دخلت كل دخلت بعض السي قيس. مشيت حبيت نقابله خاطر انا عملت لابيل في الميديا، عملت لابيل على الفيسبوك، كلمت مدام الميديا كيش على تليفونها. ما حبوش يستشيكوا، دونك انتم معناها ابريتو معناها خدمته انه يسمع معناها كلام المواطنين. لاني جاي نطلب منه معناها في مزيه اللي مش ياخذ عنده فلوس حتى شيء، عندي استراتيجيه تنجم تمنع الشعب التونسي، حاب نقترحها على رئيس الجمهوريه. شيء اللي حبيت تقولوا له السيد قيس سعيد كان قابلته؟ هو اول مطلب واللي ما نتراجعوش عليه هو الحجر الصحي الشامل. اول حاجه الحجر الصحي الشامل نتاع شهرين من سنين، مع هو فما استراتيجيه كامله. نحن فما عريضه عملناها على جمعه على 10 ايام تقريبا، صححنا فيها 75 مثبيت من جميع الاختصاصات في تونس. هي استراتيجيه كامله تخرجنا من الازمه. اول ركيزه نتاعها هي الحجر الصحي الشامل نتاع شهرين من زمان. بالطبيعه كي نقولوا شهرين من زمان معناها راهو الدوله لازم تتحمل مسؤوليتها قدام شعبها، خليش يجوع. بالله الدكتور كي نعملوا احنا حجر صحي شامل بشهرين ونوليو صفر حاله، بعد كي البلدان الاخرين مازالوا فيهم حالات ويعاودوا يدخلوا لنا من يعملوا من بالطيارات يجيو جويا ولا بحريا، ما هو نفس الحكايه باش نعاودوا نرجعوا هكا ولا؟ ما هو لازم حجر صحي شامل في الدول الكل يصير شهرين باش توفى، اذا احنا نعملوا شهرين بعد يجينا واحد من ايطاليا ولا من فرنسا دوله ما فيهاش حجر صحي ويجيب معاه الفيروس، ما هو ترجع من الاول الانتشار ولا؟ صحيح صحيح. وعز حاجه هي انه العالم يمشي في استراتيجيه صفر كوفيد، نتصور انه في الاعوام القادمه معناها العالم باش يفهم انه لازم هكا ولا هكا يرجع للاستراتيجيه هذيك. يعني حتى من دين العالم ما رجعش للاستراتيجيه هذيك، ثم حاجه نجم تمنعنا من العدوى من البرة اللي هي الحجر الصحي الاجباري. اي عبد يجي اللي يجي من برا يعمل جمعتين وحده، يقعد جمعتين ثلاثه في الاوتيل، يوفى الواحد نتاعه معناها الحجر الاجباري، نعملوا له تحاليل بي سي ار كانوا نيجاتيف، ووقتها يدخل للمجتمع. واضح دكتور. مع هذا مع هذوما زاد لازم التعميم نتاع التلقيح. علاش التعميم نتاع التلقيح؟ على خاطر كان تصير هفوه مثلا في الحجر الصحي الاجباري، نجم نجم مثلا واحد يخدم في الاوتيل مثلا نتاع العباد اللي في الحجر الاجباري، نجم يتعدي مثلا واحد من العباد يخرج وتصير العدوى كما صارت مثلا مره، هذه صارت مره برك صارت في سيدني في استراليا. كي تبدا ما عندكش مانعه معناها نتاع تلقيح في المجتمع نتاعك، العدوى تنجم تعاود تنتشر. دونك لازم تعميم التلقيح دكتور. اليوم في القصر يقولوا الدكتور زكريا بوقره لمح انه يحب ياخذ وزاره الصحه، صحيح الخبر هذايا؟ بالطبع هو كان زارني في القصر الدكتور زكريا ابو قره واقترح علي رئاسه عفوا تقلد وزاره الصحه تقلد وزاره الصحه ولما لا؟
ولكن في كل مرة يدعو هذا الدكتور زكريا إلى حجر صحي شامل، يعني باش نقعدوا في ديارنا لا نفعلوا شيئا. زكريا يطالب بشهرين دكتور زكريا. إنه يضحك ولأول مرة. ماذا يحدث يا زكريا؟ ماذا يحدث في تونس؟ ما دام زكريا يضحك معناها باش نبراو. معناها سبب. جنبه. مشكور دكتور. أنا مش في مرهون في ضحكة زكريا. فما كي وزارة الصحة تستهويك دكتور؟ تستهويك. يستهويني سيرتو انهم يطبقوا القرارات نتاعي. اما لو يقترحوا عليك هكا وزاره الصحه في الايامات اللي جايه تقبل؟ كان يقترحوا عليا معناها وما عنديش غول يعني جوست في التصوير هكاك. لا شكون عندك صلاحيات كامله؟ تبديش ما تكثر ليش عاد سي زكريا؟ هو فما وزير عنده ليش؟ شنو هو زكريا؟ تخينا انا نعرفه معنا فما واحد عنده رول هو تو نحب نشده تاع برشا كي وزير سافا والله كان يشد وزير ينجح على الاقل عنده هويه واضحه. لو يعطيوك صلاحيات تقبل الوزاره دكتوره؟ وي مشكور. المهم المزيدين تاعي يتعدي انا هذيك اهم حاجه عارف. واضح. مشكور دكتور زكريا بوقره على الحضور معنا. عيدك مبروك وان شاء الله تونس الكل بخير في الايامات الجايه الكل. مواصلين معاكم حتى التسعة متاع الليل اللي قعدوا معنا راجعين 34 دقيقة مواصلين معاكم حتى التسعة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون بقيادة مروان بوزين مونغاتي ليديا العسلي هلو هلو احمد العجيمي بونسوار 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 ديال شدوبي اهلا وسهلا. علاش العياط هذه الكل؟ علاش انا شو وصيتك؟ خاطر المخرجه قالت لي علي. قالت لك علي في الصوت شويه. اي قالت لي علي في الصوت. مروان بوزين هلو هلو تسوية القصب شيا عسلامة مرحبا بكم في القصبجي حلقة العيد. كان تذكر عنده حتى دخلة ما حبيت نقول حلقة العيد تذكروش أغاني عيد اليوم؟ ليه ما عنده حتى علاقة. جيب لنا عمي رضوان في حلقة زعما كلمونا الهدي جيبونا عمي رضوان في حلقة وين؟ اي بالحق علي اسمعني خلينا نسترجع شوية الايام هذه علاش اخترت الفقرة هذه باش تبداو تقترحوا وتخمنوا كل مع بعض. ايش عندك شهوة العجيمي انت مثلا؟ شنو هي؟ هكا تحب تعيشها؟ والله يا عمي رضوان باهي باهي تحبوا يجي لعبنا في ايه باهي مروان يلا نرجعوا للقصبجي باهي نسمعوا كنت تتذكروا مع بعضنا ليديا وقت اللي عديت اغنية بلتي نحب نضحك من قلبي ما نعرفش كانت عادية ذكرنا فيها توا عزة نضحك من قلبي يا والقلب التو ما ميرسي دونك ابارامون بلتي سمعني راه اي وعاود كلاشيني في الاغنيه الجديده بلتي كلاشيك انت هبط اغنيه راهي البارح هبط اي هبط اغنيه البارح انا مليون ونص وكلاشيني بعد ما سمع القصبجي كيفاش انا قلت نضحك من قلبي ها اسمعوا شنو هي قال في الاغنيه الجديده اي بي وخلي الضحكه تبان جد صحيح هذيك لاش كلاش شمتها في العديان العديان مروان بوزيان توا نحكيو على كازو الاغنيه نتاعو الاولانيه الاغنيه الاولانيه نتاعو في التوندونس جوست باللي كازو كان قاعد تسمع فينا فما البارتي هذه اللي حكيتها في الاغنيه نحب نعرفوهم شنو هما الكلمتين وشنو هما الحلمتين خلينا نسمعوا البارتي بالاغنيه هذه مش مسامح روحي في كلمتين مش مسامح روحي في حلمتين ضاع وقت وانا ساره ضاع وقت وانا ساره مش مسامح روحي في كلمتين مش مسامح روحي في حلمتين باه هنا قال مش مسامح روحي في كلمتين مش مسامح روحي في حلمتين ديدي هكذا من هنا نداء من رئيسيه فهم الكازوب برس سمك عايش خويا شنو مال الحلمتين وشنو مال الكلمتين شنو الكلمتين اللي نجم يكون قالهم العجيم وما سمعش روحه كازو لغز هذا انا راه لغز ابدي راه بالحق هو قالها والله اعلم نجم يكون يرمي في معنى شكون زعما رابور ممكن لا يحكي على بنيه في الاغنيه ابو وي اعطينا اللي بعد يلا نستنى وريبونس باص تاع يبعث لنا هو كلمتين باص قال انا نحبك وتوحشتك كل سامحني عليهم اما حق عمل حلمتين وش مسامح روحه كيفاش قالهم لها كازو معنا لو 1 سبتمبر ان شاء الله بالله العديد برج جمعة 1 سبتمبر نمشيو لشقيقة الجزائر ولينا نحب برشا الأغاني الجزائرية بعد عايشة إيكوتو موا متاع شاب خالد بعد شاب مامي إيكوتو موا بعد شاب حسني نسمعوا الجزائر توا فيش تسربين أخويا يلا جديدة هي 6 سنين مفهومة تو فسر لي
هاي سي مروان الغنية يا خويا هذه تقعد 8 دقائق اي ما عندك 3 دقائق هيا هيا قاع 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 حسبت القاع قاع قاع اي فما 46 قاع في الغنية دخلت 46 قاع حسبتهم حسبتهم كلمة كلمة ودخلت نفسر عندي صديقي جزائري فسر لي ايش معناها وقلت ليش شعري طرطق على صاحبي واي واي شعري طرطق على راجلي واي واي معناتها انقطع شعري انقطع لك شعرك انت تحكي لي على صاحبي انقطع لك شعرك انت جبد لي على راجلي واي 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 8 دقائق هذا يا اخوي 5 ملايين فيو ومفرتين زاد فما 9 10 7 6 ملايين فيو واي 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 اخويا عامله عامله حال هذه كانت القسم جلي اليوم نتقابلوا في حلقه جايه يلا القصبجي هذه القصبجي العجيني بلاي عندي مثل اي نحب تقول لي منين جاي الحكايه نتاعو هذا دخول الحمام مش كيخروجه اي ها سهل منين جات حكايته هذه حكايته تعرفها أبرامو. نعم عليهم دور قبل كان تعرفها حسب نفكر اي دخول الحمام مش زي خروجه واحد هذه حاجتين فحكي له لما تعال يسرق لك دبشك في الحمام اي ما انت تدخل بحوايجك تخرج بنفسهم خاطر الجدد اللي باش تلبسهم تسرقوا باهي والثانيه اللي الباب عملوا زوز بيبان في الحمام ما انت تدخل باب الاول تالت تخرج باب مش كيخروجه ذكية ذكية ليديا انا نقول خاطر تدخل اون بلين فورم كي تخرج داخل عندهم ديما كدوخه نتاع بيت سخون ترى واش بيت سخون وما يقوموا كان الا ما تجي مولات الحمام تعطيها قززه من عندها زعما باش تفيقها اي مروان والله نصور جيت مع الطيب اي معناها كي مش كيما يدخل لي حالته اي مش كيما يخرج لي باهي نصور غادي في الحمام الحكايه نصور نفس الشيء كيك تدخل كل حازة انت ياك اخرب تحب فازر جديده اي سيدي نعطيكم مثل على ذكر الحمام عرفتك المثل اللي يقول لك اللي حشمه ماتوا اللي احتشوا ماتوا فوالا اللي قصتها شنو هي انسى دخلوا الحمام تحرقت شعلت فيه النار اللي حشمه باش ما يخرجوش فهمتني كيفاش قاعد غادي كماتوا واللي ما حشموش خرجوا لبرا على اخي اذا حكيتوا فم واحد حل حمام الدخول ليه بلاش يا اخي الناس الكل ولاو جايين زاد مين الحمام هذاك ما نغسل كان في الحمام هذاك ما طيب كان عند الحمام هذاك ما نشرب جازوستي كان عند الحمام هذاك ما ننشف كان عند الحمام هذاك ما نقعد انا وصاحبي كان عند الحمام هذاك ما نفرش في الدرشنيه نسمع الراديو في كان في الحمام هذاك الدخله بلاش اما يخلي حوايجهم عنده كي يجيو خارجين يطلب عليهم فلوس فيرجع لهم الحوايج يا اخي واحد قال له معناها دخول الحمام مش كي خروج معناها فهم واحد وقت سجلها ولات ديما تتقال ولات تتقال من الوقت هذاك شي تحب تسمع اغنيه نحب نسمع اغنيه تونسية اي بسرعه يلا يلا صبر ربيعي صبر ربيعي باهي مروان مزيان نتفق معاه انا بيتي نحب نسمع حاجه في نفس الجو قلت لنا بلتي جديده ها ها شي بلتي جديده ها ها بلتي جديده ها ها ليدي العسلي انا نحب يا بيعتني يا بيعتني انت شكون فهم الريح لا لا الاخرى لا غناها فاهمي هو الريح تشرب يا بياتني نتاع ماهر في النوبه ماهر في النوبه بين الساعه 7:37 دقيقه هو وقت اذان المغرب في تونس توا وقت صلاه المغرب في مدينه تونس تقبل الله صلاه الجميع وتقبل الله صيام الجميع اليوم يوم عرفه برشا ناس صايمين ربي يتقبل الصيام نتاعهم ذي شنو حاب تسمع انت علي موف علي موف باهي لطفي مش ناقي يا لله وينك وراجعين معاكم بعد قليل اول مره نحط 7:41 دقيقه مسين معاكم في نوفيل جينيراسيون حتى للتسعه متاع الليل بقياده مروان بوزيان مونغاتي مونغا سيغ نحب نقول توا بعد صلاه المغرب نحب نقول الناس اللي صاموا اليوم في يوم عرفه نقول لهم ان شاء الله صوم مقبول بما فيهم امي على خاطر راهي ذلتني اليوم عليه هذه تقول كان هي صايمه في معناها في تلاقوا المسلمين برشا راهو الناس صايمين اليوم عادي كل تليفون صايمه راني دي ذليتني اخت ان شاء الله صوم مقبول للي صايمين الكل اليوم ليديا العسلي هلو هلو احمد العجيمي ميرسي بوكو مروان الحمد لله عشان ما لقيتش وقت نشرب كاس ماء ما ميسالش بعد شويه تخرج تتعشى شق فترك الحمد لله برافو العجيمي ذي الجندوبي اهلا وسهلا ومرحبا اهلا وسهلا تعرف اجر الصيام هذا اللي عملته انت تو شنيه ولا شنيه صمتك كيك من غير حتى ما تعرف شنو هي الاجر أنا على فكرة طارق ناس اللي متعرفش باش نفاجئكم بحاجة فاجئنا ايه أنا على طول العام نصوم اثنين وخميس أبو اي دونك اليوم جاك اثنين عادي ما في بالك اليوم عارفة ليه في بالي بيهم عارفة دونك صمت من ناوي الزوز أبو هو على كل يفسخ ذنوب عام قبل وعام بعد يوم عرف صيام يوم عرف باهي على الله نصوم اليوم نقعد مع مروان عام كامل بيتقبل صيام الناس الكل يلا تصويت لنتعدي ولا شيء تحب ادخل له كذا هي كان قاعد يعرف يا من اللهجه عربيه يلا سيدي
شي تحب تقول اللي جي فكرة الموسم في العيد؟ نبدأ بمروان. أنا حاسه كاظم الساهر عليه؟ معناها الأفكار الغريبة هذه اللي فيها برشا برشا فما فما إكسي شوية متاع إكسي متاع حب صحيح فما حب أكثر من اللازم. نتصور هذه جو كاظم ايه هو فكرة الموسم ما جابهاش الراجل أبون جابتها هي عملها مرت كاظم جابتها صحيح بيه ليديا هي نتفهم البنات اللي يبدا مثلا تبدو تقعد مخطوبه 8 سنين وكل تتويل هكا عملت الملاك عملت الفيونسات سنه في العرس تتلكش تحب على كدويت سبحان الله هكا فما موسم في رمضان في العيد الكبير في العيد الصغير عيد ميلادها وسافالونتانكم ولا خمسه كدويت في العام اما باخونت ما في بالوش اللي في تونس راهو الكونسيبت نتاع الموسم راهو بدعوا بحالته مثلا نعرف شكون الموسم تاعها فرجيها فرشيه اي كل قدير وقدره راهو ما قلتلكش كل قدير وقدره ما قلت ما قلتش هكا اما جوست اللي هو شنو جيب فرشيه موسم عليه باهي العجيم هي شو تحب تقول له انت توليدي ما فهمنيش خاطر انت شو تحب تقول له مش فرشيه مش فرشيه هزه تتعشى وكها ومش لازم تسيب علينا من فرشيه ومن نحب نقول له حاجه كي نهز معايا نكتف على اللوش ناكل معاهم ولا نخليه يروح انت وضميرك لا انت ودار نسابك كانوا مسبقين انت قبيله قلت الرجوله بالذبيحه ما حتى تو الرجوله ما تاكلش معاها ايه مش برجوله بالذبيحه ما اما حاجه نعرف نعملها ذبيحه فهمت ابو حاجه نعرف نعملها حاجه متمكن منها بخاطر احنا مليحنا صغار في دارنا كلها تذبح ولا برافو لك تعرف طارق انا علاش كونتر برشا الحكايه هذه نتاع الموسم على خاطر انا مثلا امي عندها اي حاجه تهزها البنيره لازم كيفها فهمت معناتها انت تهز صاحبتك ولا خطيبتك شركه دونك اقرا حسابك في شركه تهز كتف اقرا حسابك نفس الحاجه للوالده ابو طارق سامح لحظه نحب نقول لحظه نحب نقول له خاطر ما قلتلوش نحب نقول راح نتوا في عهد المساواه المراه والراجل كيف كيف دونك التقاليد نتاع انا نهز المراه كتف على اللوش وهي ما تجيب لي شيء لي كنهز كتف على اللوش جيب لي انت في خضر كيما اي اي مساواه ذي الموسم في العيد الموسم في العيد نحب نقول له ربي يهديك خويا سواء اللي جاب الموسم ولا جابك تقاليدك الفينيقيه نتاع وذني ها وجيب نتاع وذني اي برجوليه معناتها كنت حساب قاعدين في القهوه بابا ما تاثرت بالموضوع حكي لها بقدم داركم شي نتاع وذني نتاع الساعه الاولى مش ذي نتاع الساعه الثانيه للمروع اخرى خاطر ياما ديار تخربت راه في جره ما جابليش موسم وجاب لي كذا والكنسترو ناقص الحكايه الفلانيه شكون جاب لها علوش مقربت العركه كان علاش القربيته لونها خضراء وريتو اللي جاب العلوزه ربي يهدي غلى علينا خبز هو اللي هو اللي جاب الفكره ذي واللي غلاها جمله هو صحيح اللي غلى تلتحق بينا اسمع حسون اهلا وسهلا عسلامة طارق عسلامة الناس الكل سبعة بعد شويه سايب روحك ما قبل ذي الموسم في العيد جابوا لك موسم قبل في الخطبه ولا والله لا تغشيت فيها هذا ابو خاطر انا ما نصدقهمش الحكايه هذوما معناتها ما كنتش نصعب الامور ها واللي اللي حشنا بيه موجود وانا بزود ان بروفيلكم سا مثال باهي برافو هذا اللي حشنا بيه بروفيل كيما هكا فما بروفيلي ما عجبكش انا قلت راضي باي حاجه اي انا مانيش راضي باي حاجه انا ليدي راضي باي حاجه تجي في رانج روفر مش نحب نسهل الامور نحب الامور بركه كهو ابو بيه مروان هذه عمرها 21 يا خويا في مسكينه صغيره تو انا 31 راهو باش نسمعوا كلام اخر صحيت هذا راهو تو 21 احنا في 26 زي ربي يقدر الخير فما بيبليكاسيون هبطت مروان في واحده من اللي سيت كيرا علوش ب 100 دينار لا حلو كيفاش هذه تكري العلوش تاخذه وتوريه للصغار يفرحوا بيه وكل ما نهار العيد ترجعوا اللي خذيته من عنده عجبتني على الاخر بالحق اوريجينال برشا الفكره بالحق باش نحب نسال اللي عملها النجم نكري صغار ومراكم معناها نكري مرة مرتي وذو صغار اولادي كي راضي يعيد مع بعض نرجعهم بعد العيد ما عندك عائله انت علاش تكري في عائله؟ لا ما عائلتي انا مش عائلتي البو وامي عائلتي معناها مرتي وصغاري اما قداش من مره تنجم تكريها نفس الفاميه ذي عندك الحق في اربع عيد اربع عيد عيد صغير عيد كبير باهي مروان مولد اي معناها وتصور معناها والله باهي الفكره انا عجبتني شنو هو اللي باهي؟ انتربرونور في راسه خي نتاجروا بالدين معناتها ليه التو الصغيرات يحبوا يشوفوا علوش علاش تجرب الدين يحبوا يشوفوا علوش اوكي همهم الوحيد يشوفوا علوش في نهار العيد نزل الرحبه ليه يحب يحس بيه اللي هو علوش معناه يتمرغد معاه في الرحبه هاكم ومريك مروان معناه نهار اخر نسمع واحد كري عروسه شو تعامل معاه السهريه معناه اللي قالوا العجيم استنى يعمل سهريه نتاع العرس وتروح على روح هاو في الصيف مثلا الاولاد الاكثر يمشيوا يكريوا كراه باش يقعدوا يصوروهم مثلا نفس الحكايه هما قراب لبعضهم العلوش والكراه يقعد يصور في شيه المقارنه شيه المقارنه انك تشري حاجه معناتها انك تكري حاجه معناتها جزء باش تتباهى بها قدام العبيد وكهو معناتها فيي ايوه هاي فكره هذه اللي جاب فكره هذه نتاع يكري علوش تقول
اونتربرونور بالرسم بالحق. عجبتك انت ولا انا عجبتك 5000 ستوري ب 5000 ستوري برجولي اسمع هاو لي زونتربرونور شنو يلقى مشكل يمشي حلو يربح منه فلوس اي والبوست ب 10000 مريك لايك بوست ب 10 والستوري ب 5000 كيلكو سوا الكونت اسمع اي هو سا ريبون عن بزوان معناتها فما عباد تحب جوست تصور اما تدخل في الثقافه نتاع الفيك نتاع نكذبوا على بعضنا نتاع نحبوا نوريو بون بوركو با جو فو با جوجي كل واحد يعمل اللي يحب هي كي تاخذها من الجانب هذا تولي بحق خايبه نحبوا نوريو انا بدي اقتنع لا لا انت كتعطيه وضعي مش تعب شي وري هو جابر صغار باش يشوفه نجم يكون هذيك قنعتني هذيك ناخذوها من الجانب هذا مقنع شخص زوالي ما عندوش حق على 900000 صغار يبكيو على العلوش جيب 100 باش يشربوا مع حتى لاكس هذا مقنع شربوا مع العلوش شويه بعدي تراه مروان لاكس نتاعك انت باش نسال ما اسمع ما دامها بحذنا الكوتش عندنا علوش نحبك تكوتشيه على خاطر ملي جي هو يبعبع كاينه كان هو باش يتذبح ترى مو حاسس كان هو اللي فايق اللي انا غدوه باش يتذبح هو حبيبي كيبدا وحده يبعبع كيبداو زوز فاكثر دي مالي علوش نطرق جاوب بها على شنو ما يبعبعش يحكي معنا ابو يحكي يحكي بالكلام ويرجع مخلط معناه مخلط ويحكي معنا مخه كبير ياسر يتكيف الكريستال جاوب بها على نسيبك ونمشي سألني البارح قال لي لا ما نحبش نعرف قال لي خذوا شكون باش تذبحوه محلية ولا محلية سكات فهم هو باش نحب نهزلو بسيكولوج يقنعوا لي هو باش تذبح عندي بسي نبعثوا ليه ابعثوا ابعثوا باهي يلا شنو تحب تقول لي جا فكرة السرا ولا المقطعة ليديا انا يعجبوني الكونسيبت نتاع السراو المقطع اللي هو سراو القدم اي ما تباعوش كان سمهم 90000 ولا 80000 يمشيو يعملوا فيهم تقطيعتي صحيح ويهبطوها نو في الكوليكسيون ب 130 و 140 وفما حدا سراو ب 250 دينار وصلوا ما تريتهم في بوتيكات توينسا يتقطعوا يغلى يتقطعوا يغلى ونوفيل كوليكسيون معناتها والله انا نحب نقول كيفاش نجمت تقنع العائلات مثلا كيما في اللي في تونس اللي في العالم العربي مثلا كيفاش نجمت تقنع الاولياء هذا مش جدد باش يشريوا لاولادهم سراو انا بابا مازال ما اقتنعش ابو والله انا بابا كان خارج يبدا يموصي فيا سراو الطايحين والمقطع عليه اللي يقول لي يرد بالك على روحك بوك شنو اسمه برا نقول محمد اسمعي برا لحظه كل شيء برا نقول جبتها للروعه توا الطفله اللي يحبها قلت له شو اسمه قال لي برا نقول اماني قلت له شو اسمه قال لي برا تيش فيك مشترك انت شيك فيك مشترك برا نقول طارق برا شو برا نقول بابا دكتور في شيميره ابو بلي بلي بيه مام انا ابو مازال يقرا عليك معناتها اي صحيح خلينا نكمل لك بالحق ما تلبسش بسري المقطع وما يحبش معناها ما نجمش تعدى قدام بابا سوري المقطع انا هكا نجمش هو حكاها لك الحكايه ولا كيفاش امي حكيتها لي عن طريق ما يحكيش بابا ما يحكيش انا بالحق كنت ضد انك تاخذ سروال المقطع جمله فممكن ناخذ فيهم تقطيعتين صغيرين ماشي حسب ما يريد سراولك مش تقطيعتين صغيرين هما تقطيعتين صغيرين تقطيعتين صغيرين اما كل ما نجي نلبسه معناتها صغيرين سيقي تزيد اي مشكله هذيك يزيد يتقطع معناتها ولي في ولي طيب صحيح يا ترى شنو تحب تقول له مروان انا نحب نقول له واحد ما قال له تور صحيح نحب نساله انا نحب نساله يا اخي معناتها عامل ماكينات يقطعوا في السراول بالحق معناتها يتعديوا وما يقولوا انا تحت الماكينه تجي تقطيعه بالضبط 2000 سروال يتعدى يبداوا يتقطعوا بالك ملي خيطوهم يخيطوهم ناقصين رقعه ابون معناتها ترد تخيط والله لا عملها رقعه ذي اما هو السروال المقطع ما يخليكش تدخل بيه مثلا لليسي للاداره بلديات مثلا تو انا ما فهمتش تو انا داخل باش ناخذ نعرفش انا باش نخرج ورقه من البلديه يقول لك لازم هندام لائق شكون اللي يحكم على اللائقة الهندام اللائق والغير اللائق بابا بابا عمل نور حتى هو في البلديه صحيح في سروال مقطع نحب نعرف ما نحبش نقولوا حاجه نحب نعرف انت تلبسهم ولا مش ديم مش تلبسهم ولا لكن انت والتقطيع مش كل مقطع تقول خارج من عاد تلبس اي ما تقطيع خفيفه ما يسالش اسمع وي يا يغريوك يعجبوك السروال المقطع ما سايب روحك هذا ولا والله سايب روحك البس اللي تحب الحقيقه انا نمن اللي كان عجبك سروال مقطع وظهر لك ستيل هكا فاشن انت للرغم تلبسهم ولا انا مانيش اوبليجي باش نجاوب على سؤالات الكل علاش اخي سؤال محضر عمرني محضر عمرني محضر تمتنع سمع على السروال صحيح وانت تحب تقول اسم بابا سايب روحك على شو الموضوع اليوم اسمه على ليزكس على المراحيم طارق انا لازم نخرج وين خاطر انا ما عنديش اكس موضوع ذا يعني نيش ونحب يكون عندي اكس وللاسف حق ريتها بالزهر البارح شكون طب بعد نحكي لك به تسويت سايب روحك
سيب روحك. في سيب روحك اليوم باش نستدعاكم لتجربة إينوبليابل اي اللي هي باش تعاونك باش تنسى الاكس نتاعك. اي اول حاجة خمم فيه العبد هذايا وتذكر حابك تغمض عينيك وتتذكر لي مومون مانيفيك فو زافي باسي انصام باش تنسيه هذاك لي مومون دو دوسور كيفاش سيرتو من الاول هكا حبيتوا بعضكم وقربتوا لبعضكم وفريمون تراو في بعضكم بعينين كبيره ما فما كان دو لادميراسيون كان لو كوتي بوزيتيف وبرشا حب اللي ديراو تبعت وغمضت عينين وعيش اللحظه ذكر ذكر لي سنتيمون كو تو ا ريسونتي معاها ذكر فريمون شنو هو كيفاش انت وقتها حياتك تبدلت غراس سيت امور ونقول لك توافيق ستوب فيق الحكاية فيق يا ليديا فيق على خاطر دو باسي سي إلي طان أنك تتعدل حاجة أخرى وتنسى ليكس متاعك وترجع تعيش حياتك خاطر كان تقعد في الباسي صحيت تفا بيغدغ لو بريزان دكاغ ولو بريزان في بارش حاجات وأنا نحب نرجع للباسي ما تقفش على الماضي يا العجيمي وإذا كان حاجة وفيت معناتها راهي وفات واذا كان حاجه وفات سكو يافي اون ريزون اذا كان جات حاجه باهيه ليك انت وانتم متفاهمين والعلاقه هذيك كانت نجم توصل لبعيد راكم وصلتوا دونك اشاك فوا ترجع بالتوالي خمم واستحضر انه اليوم الشخص هذاك ماهوش موجود غاردي لو بوزيتيف من الغولاسيون القديمه خاطر ساعات نجمو نقعدوا في الباسي نخمو في شنو عمل فيا وتغيظني روحي وعلاش ضيعت وقتي اكسيتيرا دونك غارد لو بوزيتيف ما هي كان تجربه انت عشتها بالباهي وبالخايب وسيغمون علمتك برشا حاجات وليت قوي ولا ضعيف حتى الضعف زاد ساعات نتعلموا منه والله اسمع انا وعدتني باش نكملوا الطريق مع بعضنا اشتر اثنية طلعت مع واحد اخر عنده مرسيدس شو باش تقول له هذا؟ نحب نقولها راني باش ناخو حتى انا ارجع معايا معناها عادي هاك توا هاك تحوس هذا تاكيد اللي قلته هو انك تنسى لا مانيش باش ننسى نقول هاك تحوس توا لين نجري انا ارجع دور معايا باهي شنو رايك؟ لان المصيبه مش هذه قالت لي غمض عينيك وتذكر لي مامون ما دخلت فيه ما لقيت هاي خليت كمان قالت لك غمضت عيني ليه ضامرة على الاخر قالت لك غمضت عيني حبيت نتذكر مامون اللي انت حكيت ما تذكرت شيء طيب معناتها انت نسيتو معناتها تو نو غارد فينالمون سي انت وفيت الحكايه وتعديت لحاجه اخرى مش خاطر ما فماش على خاطر شنو مش خاطر ما فماش حاجه باهيه اي تنجم تكون خاطر ما فماش حاجه باهيه ان توكا حياتك ما وفاتش هذا هو المساج اللي نحب نعديه لاي شخص. فما برشا ناس ما يحبوش ينساو الزكس، برشا ناس تخدم في الميدان هذا في الراديوات وكل ما تحبش تنسى الزكس نتاعها. احنا نقولوا لهم نقول لهم سايب روحك. خاطر ما اسمه. سايب روحك وتعدل حاجة. لا بالحق بالحق فما ناس تعتبر ناس أخرى سوق دينيرجي نتاعها حتى ولو هي عايشة في الماضي. سي فيري. اكزاكتومون دوك هذايا هو أنت يلزمك تكون عندك ثقة في روحك وثقة في البريزون وفي الفيتور وفي ربي أنك أنت باش تتعرف على عبد آخر أنك أنت العلاقة هذيك والشخص هذيك إن تو ديفيني با وفات إكسبيريونس دون لو باسي سو كي باسي إي باسي دون لو باسي دونك oui, oui. نركزوا على الكلمة oui. هذيا ديما يكون عندك des affirmations positives je mérite l'amour انا نستحق اني باش نعرف عبد اخر انا نستحق الحب العلاقه هذيك وفات اما باش يجيوني حاجات جدد ديما نكون متفائل ما تقعدش اكروشي الحاجه تعديت اي سورتو نيجاتيف ليك اي وما تتعلقش زاده بالسوفرانس خاطر اذا كان تعديت وانت معناتها تو قاعده تقول علاش وعلاش ومازلت حاجتي بها اكسيتيرا راك تو فا ايتر دون لا سوفرانس تقبل الحب من اي حاجه راه الحب مش علاقه مع مع وي تنجم تكون مع بانك مع ديستريبيتور مع حس الحب باختو pour que tu puisses انت تيمي اي نوصي انا الاولاد والبنات اذا كان انت ساي ما عادش عينك بالشخص اللي انت معاه معناتها وفات الحكايه نون دوني با دي فوز اسبوار داكور دو ما تخليش العبد يتمنى وقف الحكايه باش هو انه سوفر با هذه اهم جمله قالتها اسماء ما تعطيش امال واهيه وتخلي الناس تستنى كيكه مش باهي ومش حاجه باهيه برشا كونتر طرق فما انا شخص نعرفه مليح مليح يخدم في راديو اي اف ام يتلذذ بالالم نتاع الاكس مين باش تلقاه يتلذذ بالم الحب صعيب ياسر انه نلقاه ها انا الحب في فقره الكراش مع جروب سي تي بيان توا اير عابد شاف حد عجبه ما نجمش يحكي معاه تيميد ولا مشي فيسع وما خلطش انه يعبر له يهبط الحكايه نتاعو في الجروب هذايا ثم لزاد مين يختاروا لنا حكايه ويحكيوا هنا شوفوا شكون معانا الو اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا لله شكون معانا اهلا ادمين صفاء شكون الاسم؟ صافي صافي مرحبا بيك صافي شنو هي الحكاية اللي بعثوها لكم باش تحكيها لنا انت؟ هي سبيسيال شوية خاطر
في طريقة الريداكسيون نتاعو ضحك شوية مي كامل ضحكنا معاك. قال فما طفلة ديما العشية من الخمسة والسبعة خمسة والسبعة مع العصر والمغرب تكون في المنظر قريب من قاعة كرة اليد تلبس صبابة بالعجل وترقص بطريقة تخطف القلب والعقل ما شاء الله. الله متنبي ذي شك فيه اي شيخ قال لك نحب نتعرف ونولي أصحابك ها وخاطر كان انت من برا خلينا هكا اكيد انك من داخل اجمل واجمل سجل يا تاريخ اني ارى جمال كل امسية العمر بعيد العشرون والثانية والعشرون ربيعا سيارة بيضاء بمحرك الماني امسية امسية امسي المواهب متعددة بداية من الرقص وصولا لخط الأنظار عبورا بطريقة قلب هذا المسكين أمامكم باهي صافي 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 سامحني الحكايه ذي برامون مازالت عندها برشا وقت انا نرجع ناخذك في ساعتنا الثانيه نكملوا ذي الحكايه في عقلنا خاطر فيها برشا تفاصيل مهمه احنا مواصلين معاكم حتى لتسعه نتاع الليل تسويت الاخبار وراجعين بعد شويه.